هذه أشجار التفاح. هذا خشم من التفاح بعد ما مشت. هذه كلها أشجار تفاح. هذه أشجار آبونا. هذا يريد بعد في أسبوع حتى يلحق. يلا جاي نطعم البطوط. مثل ما وعدتكم راح نتوجه الى جبال اراكاتس وتو على الهواء مباشر مع ارارات للسياحة. النقل مالنا معتمد على قوة شبكة الانترنت. راح نبقى اونلاين للوقت اللي نقدر ننقل فيها. اوكي، اذا انقطع البث اعرفوا بانه انقطع شبكة الانترنت. راح نرتفع تقريبا 3200 متر فوق مستوى سطح البحر. ابقوا معانا. هذا أمامنا جبال أراكاتس، أعلى الجبال الموجودة في أرمينيا داخل الأراضي الأرمينية باستثناء جبل أرارات اللي أيضا يعتبر جبال أرمينية لكنها حاليا في الأراضي التركية مختصر. Thank you.